وكان نبينا كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كانت تقول عنه عائشة بالصورة دي، كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. معنى الكلام ده رضا خاطري، رضا بالي، استقرار نفسي وطمأنينته. لأنه أمور الدنيا بتكدر، أمور الدنيا تكدر الإنسان، لكنه كل ما فزع إلى الصلاة واجه ربه لقاه رجع منه بغنيمة في المعرفة الكبيرة، تخلي أمور الدنيا هينة في نظره، تستقر نفسه، جعلت قرة عيني في الصلاة. وربنا يقول برضو وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه، والعاقبة للتقوى. فكل ما نظرت إلى المعرفة توريك أن الصلاة وسيلة إلى الرضا بالله، الصلاة وسيلة إلى الرضا بالله. الرضا بالله يكون بالمعرفة به، والمعرفة قمتها في الشهود الذاتي. الصلاة الشرعية هي منهاجنا لنترقى كل يوم. نحن بنقول الكلام ده ليصلي الناس، الكلام ده دعوة لأن يصلي الناس. الناس ما بصلوا، هذه نقطة أنا أفتكر حقها تكون مستقرة في أذهان الناس. الناس ما بصلوا، ونحن ممكن الجلسة دي تورينا الناس اللي بيصلوا وما بصلوا هسا بعد ما يجي النقاش، لأنه الصلاة توصلك للمعرفة. الصلاة طرف من الشهادة طوالي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلمة الطيبة الشهادة، والشهادة المعرفة بالله. الإنسان اللي بيصلي يعرف، لا يمكن أن يكون غير كذا. لما تعرف حكمة الله وكمال علمه وكمال رحمته، تشعر بأنه هو أولى بك منك، وأنك أنت حقك مش ترضى بتدبيره، تفرح بأنه هو بدبر شانك. لما تعرف كمال الرحمة وكمال الحكمة وكمال الإتقان فيما يدبره الله، هذه هي المعرفة اللي بتسوق لا إله إلا الله، واللي بترفع الصلاة باستمرار. والرفع الصلاة معناها أنك أنت لما توحد بتنفصل، السير لله زبزبة بالصورة دي، ارتفاع تجذبك الطبيعة لتحت بالصورة دي. هنا إليه يصعد الكلم الطيب، دي لا إله إلا الله في الصلة في التوحيد. الإنسان ينزل منها يرفع بالصلاة مرة ثانية. ولذلك الصلاة سرمدية، الصلاة لا تنتهي إطلاقا، سرمدية هي ماشية باستمرار لرفع الغفلة بينك وبين الله. ودي الفرق بينك وبين الله سرمدية، ما بتنتهي بالمرة. العبودية والربوبية مستمرات مع بعض، ما دام في ربوبية في عبودية. العبودية دائما تفارق وتلم، دي الزبزبة اللي بنقصدها. وإليه يصعد الكلم الطيب، لما يكون في صعود الكلم الطيب في صلة، لما الصلة دي تعدي مدتها تنفصل ترفع تاني بالعبادة اللي هي الصلاة. فالصلاة إذن الغرض منها الرضا بالله، هي وسيلة. ونحن زي ما قلنا بنتكلم عن الصورة دي عشان الناس يصلوا. وفي الكلام عن اللي بيصلي وما مصلي في الحقيقة، اللي بيصلي في الظاهر وما مصلي في الحقيقة، يقول نبينا عنه رب مصل لم يقم الصلاة، رب مصل لم يقم الصلاة. ليه ده؟ هو مصلي لأنه حركات جسد، حركات مصلي، لكن حركاته دي روح ما فيها. كأنما زي ما نحن مثلا، نحن هيكل جسدي بالصورة دي فيه روح، إذا خرجت الروح من الجسد أولى الناس به ويدفنوا بسرعة، فسد. الصلاة برضه، الصلاة الشرعية اللي هي المعراج، روح صلاة الصلة، روح الحضور فيها. فإذا أنت بتقيم الصلاة بدون روح أنت ماك مصلي، رب مصل لم يقيم الصلاة. أكثر من كذا قال رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا، رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا. والحديث جاء من القرآن، قال فويل للمصلين، القرآن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. المصلين في ظاهر الأمر عن صلاتهم ساهون، صلاة بالحضور في صلاة في الحركة. إذا كان الصورة دي واضحة، صلاة الحضور في صلاة الحركة كأنها الروح في الجسد. فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، مع أنهم مصلين في الظاهر لكن صلاتهم الحقيقية ساهين عنها، بقت صلاة في الحركات بدون روح. الذين هم يراؤون، المرائي هو المظهر غير مخبره، المرائي في داخله حاجة وفي ظهره حاجة تانية. هم يراؤون
يظهروا كأنهم مصلين لكن في الحقيقة ما مصلين. الذين هم يراؤون قال ويمنعون الماعون. الماعون هنا القلب. القلب هو بيت الله. في الشريعة مكة بيت الله لكن في الحقيقة القلب بيت الله. وربنا قال ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. ده بيت الله. نحن قلنا مبارح في كلامنا عن لا إله إلا الله كسرت الأصنام في البيت الشرعي وبطبيعة الحال أثرت على البيت المعنوي، لكن كانت الاهتمام بالشرك الغليظ. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلما انتصر الإسلام كسرت الأصنام من الكعبة جواها وفوقها وحولها، جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، إلى أن طهرت الكعبة من 360 صنم. أصبح اليوم علينا نحن بعد ما أصبحنا ما بنعبد الأصنام الحسية، علينا أن نطهر القلب الحقيقي من الأصنام المعنوية. وده معنى يمنعون الماعون، يمنعوا القلب ده من أن يكون بيت لله، لأنه ملوه بأصنام الشهوة والحرص والبغض والتنافس والتعالي بالأموال والأحساب والأنساب والجاه. ودي الأصنام اللي يجب أن تطهر، والصلاة عشان دي، الصلاة عشان تطهر البيت ده من الأصنام بالصورة دي. ولذلك جاء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وده معنى الحديث، وده سند الحديث من القرآن. رب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا، دي جاية من ويل. ويل اللي هو بعد، الويل يعني النار، والنار لا تكون للقريب من الله إنما تكون للبعيد من الله. ودي العبارة بتاعت لم تزده صلاته من الله إلا بعدا. فنحن نحب أن الناس يتقنوا الموضوع ده لتكون في الصلاة، والصلاة متوجهة لكل الناس. الحقيقة اللي احنا قررناها أن الناس على القشور لأنه ما في صلاة، الناس ما بصلوا، ونحن دعوتنا دي ليصلي الناس. والصلاة معناها إتقان التقليد النبوي، فالتقليد النبوي قال فيه صلوا كما رأيتموني أصلي، برضو من المعاني اللي يجب أن تدخل في اعتبارنا. صلوا كما رأيتموني أصلي معناها أنه حاكوني في صلاتي، لكن صلاة روح وجسد. نحن ذهلنا عن الروح اهتمينا بالجسد لأننا على القشور. إذا أنت عايز ترى النبي ترى حالة قلبه من الصدق في التوجه، وترى حالة جسده من الحركات. إذا ذهلت عن حالة قلبه من صدق التوجه واحتفظت بالحركات دي ما صلاة، ما رأيته. كأنك بتراه بعين البصر وعين البصيرة. عين البصر تعطيك الحركات، عين البصيرة تعطيك صدق. لما نقول الله أكبر صلوا كما رأيتموني وصلي تعني الاثنين دين. نحن ما عندنا غير التمسك بالقشرة اللي هي إحسان الحركات. حتى بعض الناس يقول نحن ما مخاطبين بيديك، ما مكلفين بيديك، وغاية التصبيط وإبعاد الناس عن حقيقة الدين. نحن مطالبين بصلوا كما رأيتموني وصلي أن تعرف بالصورة دي. هنا نجي برضو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول ده الأمر الديني، صلوا كما رأيتموني وصلي الأمر النبوي بالحديث، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الأمر الديني بالقرآن. الرسول آتانا شنو؟ هو تلاحظ أنه لما قال الدين المعاملة كان ممكن يقول الدين العبادة، دين المعاملة قال في معنى ما قال المعاملة قال العبادة. لكن لو قال الدين العبادة كان نحن يمكن حالتنا عليها دي ما تتغير، لأنه نحن عباد. لكن العبادة ما بتثمر معاملة مع عبادة، عشان كده وضع بالصورة دي الدين المعاملة. المعاملة ما بتستطيع أنت أن تحسن معاملة الناس إلا إذا أحسنت معاملة الرب. العبادة يبقى معاملتك لربك، خلوتك مع ربك دي العبادة، ثمرت أن تنعكس في معاملة للناس، ودي تجربتك. إذا كان أنت عابد صحيح، أنت عبادتك يجب أن تكون خير على الناس. إذا كان عابد غلط يبقى الواحد هم عندهم الشريعة والحقيقة بالصورة دي. الحقيقة ثمرت الشريعة، الشريعة المستعمل استعمال غلط شجرتها تنبت الشوك. بعدين يجي حديث عن سيدنا يحيى أو المسيح قال وضعت الفاس على أصل الشجرة، زي الحطابي لما نجي ينقر أصل الشجرة يعلم محل الضرب، قال وضعت الفاس على أصل الشجرة، كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتطرح في النار.
فالشجرة اللي بتلد الشوك بتمشي للنار هي وجود، والشجرة اللي بتثمر المانجا انت بتهتم بيها. فالشريعة اذا استعملت استعمال صحيح تجيب ثمرة حقيقية هي لحسن الخلق مع الناس، بغير كده ما في عبادة. ولذلك قال الدين المعاملة. ده مقاسك. اولا اذا كان صليت يجب ان تشعر بانك انت بعد صلاتك ارضى بالله منك قبل ما تصلي. اذا كان صليت ركعتين وانصرفت من مصلاك انت ما اكثر رضا بالله منك قبل ما تصلي. صلاتك دي ما مكتوبة في اي محل، لانها هي في الحقيقة بتكتب في قلبك ده. وربنا يقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا كان أنت عندك أن مقاس لصلاتك أنت بتكون بتصلي، بتعرف أنت إذا كانت ما مقبولة أو مقبولة، وما تنتظر أن الصلاة دي تكتب يوم القيامة عشان يدوك عليها أجر. إذا ما مكتوبة هسع وما عندها ثمرة هسع ما مكتوبة. والعارفين قالوا إن الله أكرم من أن تعامله حاضر ويعاملك نسيئة، تعامله هسع ويدفع لك أجرك مؤخر. هو في الشريعة يقول يدفعوا للعامل أجره قبل أن يجي في عربه، ده أمره. يبقى حقيقة المعرفة هي دي، ادعوني أستجب، ما في فرقة. إذا كان دعينا الله ما استجاب ما دعيناه، والداعيه بكليته يستجب له حتى لو كافر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر ده من حيث هو. الإنسان اللي بيدعو بكليته باضطرار أو بعلم يستجاب حالا. إذا تأخرت الاستجابة يبقى الدعوة غلط، إذا تأخرت ثمرة الصلاة يبقى الصلاة غلط. المطلوب إذن أنك أنت يكون عندك مقاس لتعرف أنت وين. وده الترقي المستمر أن احنا داعي له في معنى التطوير ومعنى الفكر ودخول الفكر في العبادة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حديث نبينا يقول كده، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ما الإنسان ساير في غفلة ينتظر الحساب يوم الحساب. الحساب منصوب ميدانه هسه، شوف انت وزنك شنو. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.